العرش حقق أصداء كتير إيجابية من أول يوم بشهر رمضان. هل توقعت إنه يحقق هاي الأصداء من أول يوم برمضان؟ توقعت لسبب بسيط، لأنه رحنا باتجاه البساطة، ما بدنا تعقيد، رحنا باتجاه قصة شعبية، حدوتة شعبية مشوقة ومتلفزة، هذا اللي بدنا إياه. نحن ما رايحين نقدم القضايا الكبيرة، القضايا الكبيرة منوصلها من خلال التفاصيل البسيطة الصغيرة اللي إلها علاقة بالشيء الحياتي واليومي. يعني أنت اليوم نحن عم نحكي قصة حدا يقمع ويظلم ويضطهد وبيقتربه من عائلته، بيمسوا عائلته بالأذى، فيتحول إلى مقاتل للدفاع عن هاي الفكرة. هذه فكرة جذابة بتحب الناس، وقدمناها من خلال حالة سرد شعبي لا مرتبط بمرحلة تاريخية ولا بزمان ولا بمكان، مثل ما بتشوفي على نتفليكس عمل، مثل ما بتشوفي علي، هي التيل، الحدوتة، القصة، وشعبنا بيحب هذا الشيء. ونحن رحنا وراء أسلوبية أو حالة الحكواتي بالتلفزيون، فأنا برأيي المادة جذابة، يعني توقعت انه يكون في نجاح في إلها. كمية تشويق عالية من الحلقات الأولى، الناس بتخاف انه بعد الحلقات الأولى يصير في يخف الوهج، هل توعدنا بالعربجي انه رح يستمر هاي الإثارة والتشويق؟ العربجي بنصه الثاني أنا برأيي من ال 15 وطلوع أقوى بكتير كأحداث من نصه الأول، فإذا أنت شايف النص الأول مليء بالأحداث فمعناتها نحن بألف خير، النص الثاني أهم. نصائح بدي أقدمها. أول نصيحة هي أنه لا يستمعوا لنصائح أحد إلا من زاويتهم الشخصية، من زاوية ما يتطابق بها النصيحة. ما في أنا أي النصائح اللي بشوفها النصيحة عامة، النصيحة لا تنطبق على كل نماذج البشر وحالاتهم وظروفهم. فأنا برأيي أنتقي من النصيحة ما يخصني ما يلامسني، هون بقى شخصيتي وهون وجودي وهون استقلاليتي وهون قدرتي. الشيء الثاني اللي بدي أقوله بس هو هاي حالة عامة بقى، هو عدم اليأس، الاجتهاد دائما وعدم اليأس. أكيد بابا الله يرحمه أكيد كتير أسهم بوجودي بهذا المكان وأسهم بوجودي بهذه الحالة، لأنه نحن ببيت كنا بيهتم بالثقافة بيهتم بالفن. أصدقائه لبابا الله يرحمه كانوا هن ناس مثقفين فنانين، هذا الجو بيساهم وبيساعد وبيخليني أنا أكون قريب من الحالة، لأنه أنت بالنهاية يعني بيت فني ممكن يطلع منه كاحتمال أو كنسبة رائد فضاء، بس هاي نسبة ضئيلة. تتأثري أنت بالحالة اللي بتشوفيها بالبيت، بالمجتمع اللي أنت فيه. بيت علمي الأهل فيه هن علماء أو كذا، ممكن جدا هذا يأثر على أولادهم بأنهم يكونوا هن حابين يروحوا باتجاه الخط اللي راحوا أهلهم فيه أو الحاضنة اللي هن موجودين فيها، شو كان الشكل العام تبعه. فأكيد أنا بابا ساهم بهذا الموضوع، ساهمت حياتنا العائلية بهذا الموضوع، ساعدني ساندني كتير، وقف جنبي بمعنويا، بمعنى كمان أنه لما مريت بحالات من اليأس وال أعطاني هذا البوست القوي كتير، ودائما كان يمنحني هاي الثقة، وهذا شيء كتير كان عظيم. وأنا علاقتي فيه كانت علاقة صداقة أكثر ما أنا علاقة أب وابن. أستاذ سلوم شريك جميل، هو أستاذنا، ولما كنا طلاب بالمعهد العالي فنون مسرحية كنا سنة ثالثة، جاء حضر مشروع تخرجنا وأعطانا ملاحظات، وبرأسنا أنه هو دائما كان تابعنا كدفعة. يعني أستاذ سلوم أنا بشوفه معجب بشغله وكنت من زمان، واليوم أستاذ سلوم هو حدا أنا محظوظ بعتبر نفسي أني أنا عم بشتغل معه، ممثل مهم مدهش، تعامل مع الشريك بطريقة رائعة، ولا يطرح نفسه هذا الإله الأوحد، ويفهم هي المهنة بطريقة كتير صح، بتعامل فيها بطريقة كتير مهمة. أستاذ سلوم حداد هو شريك، لأنه بالعمل الفني خلص ما بقى فيه رتب ومنازل ومرتب، هو شريك، هو شريك مدهش، بيقدم لك وبيهتم فيك أكثر ما بيهتم بحالك، يعني دائما بيش بيهمس ليك لباسم لو عملت هيك شو رأيك ما بيكون أفضل لباقة.
طريقة لطيفة.